هاي، ازيك؟ اهلا اهلا اهلا. ايه اللي كنت بتقراه خلاك مش حاسس بالدنيا كده؟ لا دي مصلحه كده في شغل، يعني كنت بتابعها ان شاء الله ربنا يقضيها على خير. ولقيت المصلحه؟ اه الحمد لله. معلش بقى دخلت عليك دخل مفاجاه. انا سلمى، انت عارفني؟ اه طبعا. امال ايه، سلمى هانم بنت الحاج سلمى. انا ماهر عاشور. اول ما شفت الاخ اللي كان صوته عالي عليك امبارح قلت الحمد لله ان انت خرجتي. في الظروف اللي زي دي يعني في مشاكل عائليه ما نحطش النار جنب البنزين. انا كده برضو اول ما شد انا ومراتي اسيب البيت وانزل، ارجع الاقيها نسيت والامور بقت زي الفل. معلش بقى انك شفت المناظر دي، بس انت عارف عماد يبقى مين؟ كان قال لي الحاج سالم انه بوس حضرتك، بس انا ضيف في الاول وفي الاخر، يعني ماليش اتدخل في اللي ماليش فيه. بابا كان قال لي انك قريبنا من البلد، مش كده؟ اه الحاج سالم في مقام عمي من بعيد يعني. انا على فكره لما شفت الراجل ده صوته بيعلى عليكي كنت اتدخل، بس يعني كنت مستني اشاره من الحاج سالم او من حضرتك، وقسما بالله كنت ربطتولك في نخله. هو ما حدش يعلي صوته على بنات العيله. لا قلبك ابيض. انا قمت بالواجب برضه، الموضوع اتلم خلاص. على فكره عماد طليق، مش فاهمه انا ازاي اتفتحت معاك في الكلام كده، بس زي ما بيقولوا بقى في البلد ده ما بيحن. امال ايه، الحاج سالم ربنا يحفظه ويعلم معزته عندي قد ايه، بعتبره في مقام ابويا الله يرحمه، بس بصراحه انا بعتب عليه برضه. هو المفروض يتدخل في القصه دي، يقول له ما تعتبش البيت ده تاني، يقطع عرقه ويسيح دمه، بس هو دلوقتي ملوش دخل بيكي، انت دلوقتي على ذمه الحاج سالم بس. مش كده برضه؟ والله انا زهقت من كتر ما بقول الكلام ده، بس هو بابا بقى بيحبه من زمان، كان شايفه الانسب ليا. هما في ما بينهم شغل، بابا برضه خايف على مصلحتي، انا فاهمه ده، بس هو شايف مصلحتي من نظرته هو بس. هو طليق حضرتك برضه شغال في المقاولات زي الحاج؟ عماد بزنس مان في الكوزماتكس، حاجات الميك اب ومستحضرات التجميل بتاعه الستات وكده. هو مش مشارك الحاج في المقاولات؟ غالبا مشاركه بس في الشغل اللي يخص بابا بس. انت شغال مع بابا في المقاولات برضه؟ اه انا مقاول. وشغال هنا ولا في البلد؟ كنت شغال في البلد، كنت عامل عمارتين كده على كورنيش سوهاج، وهنقل بقى شغل هنا واستقر هنا ان شاء الله. جود لك. الله يحفظك. ميرسي يا ماهر، انا دوشتك بكلامي ومشاكلي، بس بجد كنت محتاج اتكلم. لا خالص خالص. انت برضو شكلك قلقان من حاجه، مش عارفه بقى انت قلقان من شغلك مع بابا ولا في حاجه تانيه. لا والله مش قلقان من حاجه، مش عايزك انت كمان تقلق، كل حاجه تبقى حلوه. تفائلوا بالخير تجدوه.